شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي معمر الصالح من عين ناقة 113 الولاية بسكرة الدائرة سيدي عقبة بلدية عين ناقة. احكي لنا شوية على العادات والتقاليد تاع بكري. عادات بكري كيفاش كنتوا ترحلوا للتل واش كنتوا تطيبوا واش كنتوا تتعاونوا ودركا كيفاش ولينا شي اللي كان بكري كيفاش كيفاش كنتوا عايشين وكيفاش رانا عايشين دركا. احكي لنا شويه عليه. مليح نحكي لك. ايه معليش نحكي لك اخويا نحكي لك. حنا كنا دايرين البيوت والبيوت عاد ناس اليوم يقولوا قواتين. نعم دايرين البيوت شوف وشعر كنا نسبو بالقرب المساءات نجيبوه في الليل كنا عايشين بالبعير بالشياه بالفلاحة بالحصيدة سيدي مرحم الوالدين كنا رعيان كنا فلاحة عطينا ربي خير عطينا ربي قوة من شان الصدق نتاعنا ومن شان الإيمان ومن شان الثقة ومن شان النيف الواحد يمد خوه طاس ماء يود محتاج يقسم معاه العشاء يجيب عشاء حشيش يقسمونه وخوه يجيب ربع عشير يقسمونه وخوه كنا حنان كنا بطال كنا نعرفه ربي. مثال كي بعد الاستقلال كنتو ديروا تويز تويزا كنتو ديروا تويزا قبل احكي لنا على المعاونه هذه اللي كانت ما بيناتكم كيف تتعاونوا تهزوا بعضاكم احكي لها. معليش نحكي لك احنا لا كان طاب الزراع نعاونوا بعضنا في حساد ولا في درياس ولا في تصفيه ولا في خزين ولا في كلش كان عاد نسدوا البعير نعاونوا بعضنا كان عاد نزلوا الشياه نعاونوا بعضنا كان عاد نحفروا بير نشربوا نعاونوا بعضنا ما كانش السوارد الا التويزة ما كانش الحق نعاونوا بعضنا نعاونوا نخدموا بعضنا والغداء ما كانش من النيف ومن الروح الوطنية ومن الحيتاج مش نفرطين كان الفرنك ما عدناش كنا نديرو تويزة نعاونو بعضنا نشوفو بعضنا نرقعو بعضنا. كنتو بكري وقت الصيف في بلاصة وفي الشتاء في بلاصة الشتاء تتعقبو لهنا والصيف ونطرحو الصيف نصيفو في التل. احكينا شوية على التظهار هذا كيفاش كنتو تجمعو كيفاش كنتوا تجملوا بعضكم وتروحوا احكينا شويه عليه. بلا غلبري الصيف كنا نروحوا للخنش لو بيتنا سمعت وين تروحوا كنا نرحلوا من البعير من عين ناقة بالغنم حاشاها اللجوم بالدواب بالزوايل بالرساب بكل نهار نظلوا نسوقوا وفي الليل نحطوا منين عمي صالح منين تروحوا منين لوين من عين ناقة لوين؟ من عين ناقة قلت لك من منها لسدرتها السوق هراس العنابة لتبسة البحر هذه جملة نصيفو ثم قديه تقعدوا في الطريق عمي الصالح؟ قديه تقعدوا في الطريق؟ ساعات 15 يوم 15 18 14 على مشيتك وعلى البلاصة على البلاصة هذه في كل من نروح ونمشوا فيها اوقات نهزوا حتى في الليل حتى عمل الاول
الماء معلق في القربة، معلق فوق الجمل، وإحنا راحلين نصوب. وصل الظهر ولا عقب الريحوا، كان عدنا كثيرة، أنا طيبناها، كان ما كانش أنا مستبرير الربي حتى الصباح، حتى الصباح نزيد نهزه. ساعة نروح إلى 18، ساعة 15، ساعة 14، على ما تقدر تسوق، وبتقوم ما بيلك. أو واحد يروح للجزائر على 6 شواع، واحد يروح على 10، حتى إحنا هكا على غدارنا. وكي كنتوا تحجزوا في الطريق تنصبوا الخيم، تنصبوا الخيمة في الطريق؟ آه ننصبوها كل ليلة، ننصبوها كل ليلة. عينيقة، عينيقة في عينيقة اللي هنا كانت كاينة أول قهوة، أول قهوة في عينيقة، أحكي لنا عليها شوي. القهوة الأولى في البلاد قهوة الأولى كانت في بلاد بيت الباي في البلدية درك، كانت هي الأولى ثم لمن لمن تعمل كان معمر هاشيل هادي بيت الباي بكري دايرين فيها قهوة ودايرين دار ودايرين حشاك كوري الله يعزك للغنم بشاغة وبقراتو هادينا اللي لحقت بها نعتلك الناس اللي معمرين نعتلك ما عليك. قهوة البلاصة نسمع بها البيت الباي الخضرة بالعين ناقة القهوة عمرها شيل هادي بن شي عبد الرحمن عمرها مرابطي علي بن محمد عمرها مرابطي العربي بن عيسى عمرها علواني بن علوان لا اله الا الله محمد رسول الله عمرها السعيد الشفندي التالي خلاص هنا في الثورة معمرها مرابطي وش يقول له محمد نسيته أخو علي بن محمد وش يقول التالي محمد صادق محمد صادق مرابطي حماد سادم مرابطي هذا عمرها اخر وول عمرها في الثوره وبعد استغلال زيد احكي لنا ثاني على الحوانت الاولين الحوانت ايه اول حانوت اللي كان لهنا اللي تعرفهم اللي سبقوا الاولين قال رحى تاع القمح وتاع الشعير تاع بكري الاولين وخلاص نحكي لك على معمر كان داير حانوت معمر كان داير حانوت وشي معمر وشي معمر وشي شي بالقاسم ما تسي شي بالقاسم شريف ولد الجامع كان داير حانوت بن الشابي محمد كان داير حانوت عمي صالح عمي صالح نحكي شوية على العائلة تاع بكري العوائل تاع بكري بكري المرأة كانت تخدم كلش بكري احكي لنا على المرأة كانت تخدم كلش المرأة بكري كانت تخدم التاجرة لمعن تفهمنا تنسج فهمتك ايوا احكي لنا عليهم شوي نحكي لك عليهم ايه واش كانوا يخدموا كلش مليح ايه سدة كلش نحكي لك عنها المرأة كانت هدامية وكانت حرة فهمت كانت تفهم بلا غراية وكان فيها هذا بلا غراية فيها النيف
وكانت ما تحقرش منها ولا مولى بيتها، وكانت تفرح بالضيف، وكانت تطحن في المطحنة وتغربل وتطيب وتكرم الضيف ويروح إلا معدول. هي فارحة ومولى بيتها فارح، كي عدلوا هالمقبول وراح معدول. وكانت تنحي المنسج، كانت تنحي القشابية، وكانت تنحي البرنوس، وكانت تنحي العديلة انت الجمل اللي نخملوا فيها النعمة، وكانت تنحي الفليج اللي نبنوه، وكانت تحلى بالغنم والمعيد، وكانت دير الشكو وتبخل الشكو معلقة منه والمطحنة منه. وغايمة بيتها وغايمة جارها ومتهلية وما في خارج الطريق وما تخدم إلا في جهة ربي، يشفها العريان ويشفها الجيعان. ودركا كيفاه الحكاية؟ أه؟ ودركا كيفاه تبدلت دركا؟ دركا راهم كل شيء يجيبوه من السوق. ايه هي. اه. تبدلت شوي الحكاية دركا. ايه دركا هذي ماشي نتاعي. ها نتاعنا احنا. دركا هذي ماشي نتاعي. ايه. نتاعي انا اعطيتها لك. ها. ما عليش. هي واحد وصلني لحاجة ما نعرفها. لا. وزعم محمد عليك لا 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 وغريت وجاي لعمك يوهت حتى البربوشة طيحني لا لا مش طيحك دوك راه حتى البربوشة عاد يشراه من السوق ما عندوش حتى البربوشة الكسكسي ما عندوش يديروه في الدار ما عندوش يفتلوه عاد يشراه من السوق راه ما عندوش يعرفوا راه قليل اللي ولا مازال تعرف حتى الكسكسي ولا يشراه من السوق دوك يوش عليه بكري يفتلو في الدار سمعني ها الوقت اطلب هك وقت الناس الناس تبدلت انت عبكري طيشتها ها تبعت انت اليوم ما زال تشوف كانك حي ما زال ما زال تشوف كانك حي ما زال منه تقود فيه احكينا شوية على الشهيد سايح هرية هي كيفاه نحكي لك احكي لي ليه واش كان يدير نحكي لك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نحكي لك راجل طيب شوف ليه واحكينا راجل طيب وبيت كبيرة جدو مليح نعرفه وبيو مليح نعرفه بيت كسرة بيت أبطال بيت نية بيت عشرة مجاهد طيب سمعت مجاهد طيب ما لحقنا الا الخير ما لحقناش التعب ما شفناش منه الخطارة انت الله يبارك راك عمرك 113 سنة عمرك 113 سنة نعم ايه كي تفكر العمر كامل هذا ايه واش تحس كيف تشوفها كيف تشوفها عقبت عليك واش ندير كي تفكر 113 سنة اللي عقبت عليك كامل هذا ايه كيفاش راك تشوف فيها شي المليح شي المش مليح كيفاش تشوفها في راسك كاين الفائده نتاعها يعني واش استفدت في حياتك كامل واش شفت فيها هي واش بنت لك يعني 113 سنه هذه هي منامه قول منامه 13 منامه واش 113 نحسبها منامه بصح شفت فيه شفت الخير وشفت الغير وكنت صغير وكنت صحيح ماشني حاس حتى بالجوع والذر والعرى كل ماشني حاس بيه كنت معمر لله على ربي واحد وحده لا شريك له ونقضي في حوايجي ما يكادتني حتى حاجة من جهة الصحة ومن جهة انغوت في النفس ماشني ما كاني غلبان ارتحت
باش تنصحنا، باش اعطينا النصيحة. انصحنا، احنا رانا ولادك، الناس راهي تشوف فيك راهي ولادك. انصحهم يهاني يقول انصحهم نصيحة. نصيحة ايه؟ اعطيهم نصيحة. قالت هلا في الجار تربح، قالت هلا في والديك تربح، هلا في اخيك، في ابنك غريت زوجو، هلا فيه ابنيلو بالصح. ناس الفقراء اللغالب، ناس الفقراء اللغالب راه ولادهم يتلاوحوا، ناس الفقراء راه ما لحقوا حتى بخرى الغو تكايدهم. ملي كنا نشرو الخبز عندنا نشرو في الماء، غوت الخبز عندنا نشرو فيه ماء، اللغالب ما لحقناش، ما لحقناش. راي البيت التالي فيها 9 وفيها 10 من العيلات وفيها 13 وفيها 14. هالمحل اللي راكم قاعدين فيه محل الغسارة، وراهي فيه 13 روح. عشرة طيبة، ونخافوا من الراجل ونحضروه وما نعبوش في رأيه، ونتبعوه واش قال نتبعوه مليحة ولا حيرة، وبنينا لبيوت مرمدنا عليهم وما قلنا لهم شلالة، درنا البصير وما قلنا لهم شلالة، بنينا البيوت وتمرمدنا فيهم وقلنا شلالة، جابوا الضياف وكرناهم وما نقولهم شواه، نجوا من خيرة البيت ما روحوش للسوق ليه، ما نخافوا منهم ما نخرجوش ما نتبعوش شعب دوخر، تبعوا رايهم واش قالوا لنا نتبعوهم. تمرمدنا كي تقول ما تمرمشنا، تمرمدنا نمشوا منا حفايا للتل، نتبعوا في المراحيل والبصير والمراحيل والمواسين والبل والخيل والمكاحل والرجال، ما عاد نقول لك تبعوا فيه مشنا كيدرك، عدنا انت الراجل أخيار من الدنيا كل، ربي من فوق هو الله، تبعوا فيه واش يقول قولوا فيه، تبعوا فيه ومتمرمدنا تعرينا منا للتل، كان قمنا نوصل لعشرين يوم، كان ما سكنا طول يعني نعودوا ما نقيموش في الدار نقعدوا 15 يوم، نوصل سدراتها خانات البيضاء قالمة رجل الحمراء ما خلينا حتى بلاش الحاجة دوك. يعني واش توصي اللي يشوفوا فينا يعني من بنياتك، يعني أي واحدة تشوف فيك دوك في بلاس بنتك واش توصيها؟ نوصي بناتنا ما يخرجوش، راينا تبعونا شاورونا ما يخرجوش من راينا، على الحشمة على الحياء ايه، يلبسوا الوافي ما يلبسوش قدام والديهم عليا، يحزموا روسهم ما يعودوش واسم عليا، يتبعوا راي بيهم. لما البنت ما تاخذش تاخد راي بيها ما تشاورش حتى كي عن زوجوها ما تعرفش الرجل عاد عطوها ليه، ما عندهاش رايها، عندها راي بيها وامها، وحنا تاني كيف وليدي. كان جاب زيد نقوموه، كان جاب زيد نقوموه، نرضو زايلة نعلفوها نفرشو الضيف، ما وش عاد نقول لك قايمين ماشي كدرو. وكا ولدي الدنيا تبدلت،
ربي يعطينا العقل. آمين. ملالي. آمين.